ازيكم يا جماعة؟ عامل ايه؟ الساعة دلوقتي الساعة 7 الصبح، مفيش حد اصلا، الناس اللي حواليا اصلا هادين جدا، مفيش حركة، مفيش دوشة، كل قاعد في بيته سقعان اساسا. النهاردة لوج عيد ميلادي، امبارح كان عيد ميلادي والنهاردة جايين يحتفلوا بيه معايا، وهنروح ناكل في مكان. بس يعني لما كيكو ومينا وبويكا ويجوا، يعني لما يجوا عشان هم هيخرجوا معانا، هيبقى نتكلم عن شوية حاجات كده، حابب أوضحها لكم شوية في اليوتيوب. و هابي نيو يير نسيت أقولها لكم، يعني عشان كل سنة أنتوا عارفين يعني إن أنا متعود أطلع لكم فيديو وأتكلم وأقول لكم هابي نيو يير وإنجازاتنا وإيه اللي حصل. فأنا هو ده الموضوع اللي أنا حابب أتكلم فيه معاك في وسط الفلوج، يعني عشان يعني الفلوج هتلاقوه قصير ولا حاجة. إحنا رايحين ناكل في مكان وهنمشي، أو رايحين ناكل في مكان ونشرب حاجة ونمشي، أو بس الفلوج يعني مفيهوش هدف متهيألي ولا حاجة. فبس دلوقتي الساعة 7 الصبح، وهكمل بقى المذاكرة بتاعتي اللي هي بتخلص دي يعني. و على الساعة 3 كده ولا الساعة 3:30 إن شاء الله هبدأ أكمل باقي بلوك. اتصلوا بيا عشان أعدي عليهم ونروح. اصبر بتصور يا جدعان، احنا بنكلم بويكا دلوقتي. بويكا ده ايه ده؟ احنا دلوقتي بيذاكر كمبيوتر وبيذاكر دين عشان ايه ما ينزلش. دلوقتي احنا الساعة 6، انا كلمتكم من امتى؟ الساعة 7. والله كلمتهم، فتحت الفلوج من 7 الصبح، تمام. قلت له بص، يعني قلت لهم ان انتوا جايين يعني. لا دلوقتي يا جماعه، بويكا اللي كان ناقص، يعني انا كان عندي شك ان مينا هو اللي مش هيجي، تمام. دلوقتي بويكا هو اللي مش هيجي ليه؟ الباشا بدا بالساينس، تمام. قلت له احترمت ان هو هيذاكر وكده، هو ثالثه اعدادي. قال لي ايه بعديها؟ هيذاكر دين وبعدين كمبيوتر، بعديها كمبيوتر. بدأنا الحاجات دي بتتذاكر. مينا بيقول لي دلوقتي كمان ناقص الرسم والحكايه، نروح له عند انجلش سكول دلوقتي. الناس دلوقتي بتتفرج علينا يا جماعه كاننا يعني بندبر العمليه سرقه، يعني احنا بنصور عادي طبيعي يعني، وممكن ناخد سيلفي يعني طبيعي. لكن بعد ما كشفنا طبعا، يعني ما اسف بويكا، انا مضطر احطها لك في الايديت دي، يعني مش بتاعتي. الناس لازم تتوضع يا جدعان، كل ده عشان عيد ميلادي، تمام. ولا اروح اتغدى امتى بقى؟ اتغدى الميعاد الساعه 6 بالليل، 6:30 بالليل. لا فعلا مخيف قوي. رايحين بافلو برجر وناكل بقى، انتوا فاهمين بقى الجبنه السايحه بتاعت البرجر بقى. ايوه بص في كشك جنبنا هنط عليه. هو مش اسمه يا جدعان، ريحه العيش هنا اللي جامده، عشان احنا قاعدين جنب فرن يعني. ادم انت بتتكلم شو الله عليك واحده في يا حبيبي مايك هنا. احنا رايحين اهو، ده مش سبونسر يعني ولا حاجه. بص احنا جنب كنيسه الحمراء يابا. لا احنا كنت صوتك مش غايب. الكنيسه الحمراء اهي الحمراء. في اقتراح حلو برضو، عمال ما نروح نعدي الناحيه الثانيه. تعالى نعدي ونعدي الناحيه الثانيه كمان، مع يعني مش عارف ايه الفرق يعني. يا ابني ايه الفرق بين هنا وهنا يعني؟ اذا عندنا مش كنت انا على الشمال اهو. طيب احنا يلا، اذا عندنا مش سبونسر ل ما كنت ده مش سبونسر يا جماعه، اوعى حد يفتكر سبونسر. والله انا بقول لكم بس ان احنا رايحين في حته. ايوه بس رايحين ناكل في حته يا جماعه. الناس عندهم سؤال، كذا واحد بيساله، خيال واقعي ينزل امتى؟ ان شاء الله الشهر ده، بس امتى ما اعرف. ان شاء الله بعد امتحانات اخر السنه. لا بصوا يا جماعه، عشان الموضوع ما يطولش، انا رايح لهم تاني يوم 23 يناير، تمام، عشان انا هكون مخلص اسمه ايه ده الامتحانات وكده اهو. احنا هنعمل فلوج تاني على فكره. هيبقى في فلوج، احتمال يكون في فلوج في سان سيتي او سيتي ستار، احتمال نروح يعني هناك ونتفرج على فيلم، واليوم بقى هيبقى بتاعنا كده اهو. وفي نفس الوقت احتمال يعني او اكيد الاكيد فيه يعني ان احنا هنروح نصور هناك خيال واقعي،
بس يوم 23 يناير مضطرين 23 يناير لان دلوقتي في الامتحانات وكده اهو. انا فكره احنا قافلين يا جماعه صوت الدوشه بس مع الاسف احنا في الشارع. عامل لكم ايه مايك اهو، جبت لكم مايك تاني. بصوا يا جدعان احنا دلوقتي رايحين اول بويكا، اول ما نوصل هنصور لكم وهو جاي. المستفز يا جدعان حد يذاكر الدنيا يا جدعان. طب اللي بيتفرج اللي بيتفرج عليا المفروض يفهم يعني ان الدين ده بتذاكر قبل مثلا ما ينام بربع ساعه نص ساعه. انا بخلص ده منهج كامل في الدين حوالي نص ساعه، بس في نص ساعه تخيل يا عم. انا ما بذاكرش وبقفله يا عم. اتفضل اهو ده واحد في جامعه اهو يعني. بس سلام ها تعبنا يا بابا. شفتوا بقى لما نابل بويكا المستفز وصل، الباشا الكبير وصل. احلى هو ده اللي بيذاكر دين، هو ده اللي بيذاكر دين، اللي بيذاكر دين وكمبيوتر وحاطط سماعات على ودانه. يا مستفز يا مستفز. مدفيني. انا كنت متاكد من الاول ان بويكا والله بيضحك علينا. انا جنب بيتي في بافلو برجر، وبويكا قال لي برضه في جنب بيتي في بافلو برجر. فهو ساكن فين؟ حته قريبه من سفير شويه، يعني اللي عارفين بدا سفير ساكنين في مصر جه ساكن قريب من ناس شويه. فهو قال لي ميدان سفير اصله كبير فمش هينفع اقول لكم فين بالظبط. فمشاني بتاع 400 نمشي بتاع 10 كيلو ولا 20 كيلو عشان نوصل لبافلو برجر. انا مش قادر اصلا بناخد نفسنا، الشارع طويله. احنا رحنا له ماشي، المفروض نروح برضه بافلو بس بعد كده المفروض نروح النادي وبعد كده اللي هو الدار يعني، وبعد كده ننهي فلوج هناك. احنا هنخلص كده بتاعت يا ابني انت. اتفضل يا سيدي. الحمد لله فكرت له كلب. ده لو كان كلب شارع كان هيجري ورانا. طيب احنا مضطرين ننهي الفلوج هنا، يعني نوقف الفلوج هنا ونروح يعني نروح مكان تاني لحد ما نوصل البافلو. يعني بنقول له فين بافلو، بيقول لي ما اعرفش. احنا رايحين ناكل في بافلو برجر المكان اللي احنا يعني هنروح نقعد هناك كده. ف احنا سفير يعني المفروض يكون في واحد جنبنا، ده جاي يقول لنا فينه بقى فينه. يعني مش عارف اقول يا جدعان، لولا بس ان في عيال صغيره بتتفرج علينا. لا اليوتيوب كمان ممكن يعمل لنا كوبي رايت حضرتك. يا بويك الاخبار لابس شيفون ايه بيقول يوديني سفير. اما انت ساكن فين؟ في مرغني. رايح ناحية النزهة وجاي يقول لي فين سفير. يا ابني انت ده احنا رايحين ماكدونالدز، محتاجين نروح ماكدونالدز. ليه؟ عشان انا بهزر يا متخلف. الحمد لله بعد نص ساعة ساعة ولا ربع مشي عرفنا مكان بافلو برجر فين. واحنا دلوقتي الساعة 7:30 تخيلوا، يعني هنتغدى، في حد هيتغدى الساعة 7:30؟ ما حدش عملها دي قبل كده. انا طبعا عمال اعدي من الكوبري اللي هو بتاع سفير ده، الناس عمالة تجري عليه بسرعة عشان كده مش مركز معاك. ف انا رايح دلوقتي بصله اهو قدامي واصور دلوقتي.
وتليفوني يا اخبيح لسه ما جبتش الجديد يا جدع. انا المفروض ان احنا يعني كيكو يا حطمه ولا ولا يا جماعه احنا المفروض ان احنا عاملين الفلوج دلوقتي. اوعى يلا مش انا و باركو بقى الكيكو عشان اجيب تليفون جديد. ايه ده كيابا اسكت هجيب تليفون جديد يا جماعه. المفروض دي المفاجاه الله يخليك. تليفون جديد يا جماعه بالتقسيط مش كاش ها يا جدعان. بس ايه في انتوا الاثنين؟ هجيب واحد نوكيا وواحد سهل. اتصل فيكم انتوا الاثنين. طيب يلا باي. انتوا الاربعه اتصل فيكم. انا مالي هقول لك بعدين. انا باي باي.